الإعلامية سهير القيسي، منو هي؟ وين انولدت؟ وش قد عمرها؟ شلون كان أول ظهور إلها على الشاشة؟ وشنو كان أجرأ موقف بحياتها؟ شلون قعدتها الإعلامية الأمريكية أوبرا من النوم؟ حضر كوب شاي وتعال أحكي لك. الله بالخير، اللي ما يعرفني أنا عمر الرياض، وهذا الدكان اسمها سهير إبراهيم القيسي. انولدت ببغداد بمنطقة السيدية، وحسب المصادر هي من مواليد 85، درست طب الأسنان وتخرجت من جامعة بغداد. ومن كانت صغيرة كانت تحب المشاركة بالفعاليات الثقافية والفنية اللي تصير بمدرستها، مثل الغناء والرسم، ومثلت مدرستها بجميع مسابقات المتفوقين. وكان عندها شغف للمسرح والخطابة من زغرها، وأيضا كانت تميل للإعلام. ومن كانت تدرس بالابتدائية اختارتها المذيعة العراقية نسرين جورج من الأطفال اللي تتحاور وياهم ببرنامج سينما الأطفال، بعد ما التقت مجموعة من الطلاب المتفوقين بالكرخ ببغداد. كانت سهير من أكثر الأطفال اللي تحاورهم مقدمة البرامج، وبدت مشوارها الإعلامي من كانت بالمرحلة الإعدادية بإذاعة FM الإنجليزية ببغداد. كانت سهير تعد برامج وترسلها إلهم، وطلبوا منها العمل الدائم بالإذاعة، بس سهير رفضت العمل الدائم ورفضت توقيع أي شكل من أشكال العقود رغم إلحاح الإذاعة، لأن هي كانت ترفض العمل بأي إعلام موجه أو تابع للحكومة. تركت سهير بغداد بعد الاحتلال وراحت ويا أخوها واستقروا بدبي، وقدمت أوراقها لوزارة الصحة الإماراتية كطبيبة أسنان، لكن رفضت لأن ما عندها غير شهادة البكالوريوس. وقتها قررت دخول مجال الإعلام، وقدمت على مؤسسة الـMBC وقابلة الإعلامي حسن معوض، واقتنع بقدرتها فتدربت على إيده هو وأحمد حسني. وبعد التدريب اشتغلت بإذاعة بانوراما MBC لمدة سنة ونص، وقدمت بيها برامج عديدة، منها برنامج صحتك أولاً وبرنامج كالوريز، إضافة إلى الأخبار السياسية. وكان أول ظهور السهير القيسي على التلفزيون بنشرة أخبار الرابعة على قناة العربية سنة 2004. بفترة من الفترات قدمت برنامج أسبوعي اسمه من العراق على قناة العربية، يختص بالشأن العراقي، وقدمت العديد من البرامج السياسية والنشرات الأخبارية على نفس القناة. سهير القيسي ما تزوجت وما عندها أولاد مثل ما يشاع عنها، وهي ردت على الإشاعات وقالت أتمنى من الصحافة والإعلام التأكد من المعلومات قبل نشرها، وأكدت هي بعدها ما متزوجة ولا عندها أولاد. برنامج الأمم المتحدة اختار سهير القيسي حتى تحمل قضية النازحين، تحديداً مسألة الجوع ونقص الغذاء بالعراق، وقالت سهير على هذا الاختيار وعملها: هذا تشريف إلي، العمل والشغف اللي بيه رسالة إنسانية مهمة وضروري الإنسان يحملها حتى تبقى ذكرى بعد رحيله. سهير القيسي محافظة على جمالها ورشاقتها من خلال أكلها النباتي وشرب الماء بكثرة، وتستخدم مستحضرات طبية مو تجميلية. هي الأخت الأصغر بعائلتها، وأختها سهاد القيسي أيضا إعلامية. أبوها ضابط عسكري توفى من كان عمر سهير 6 سنوات، وأمها هي اللي تولت تربيتهم، وقالت عن أمها: أثمن هدية من رب العالمين هي أمي. طبعا مثل ما يعرف البعض، سهير القيسي هي خالة الفنانة أصيل هميم، لكن الموضوع ظل بالكتمان إلى أن صرحت أصيل وقالت هي خالتي سنة 2014. دخلت سهير القيسي البغداد بعد غياب طويل لما اختاروها سفيرة النوايا الحسنة، لكن الوضع الأمني كان جدا منفلت. كان الوضع كلش خطر، وما كان عندها غير دعواتها ودعوات أمها، لأن بذاك الوقت الدخول لبغداد كلش خطر، وهذا كان من أصعب وأجرأ الأشياء اللي سوتها سهير القيسي، لأن كان القصف الأمريكي وانتشار القناصة بالشوارع بذاك الوقت. ومن المواقف اللي أدهشت سهير القيسي، قبل عيد ميلادها بـ3 أيام انطوها موجز أخبار الرابعة، والمفروض ساعة 4 الفجر تقدم سهير القيسي هذا الموجز، وكان هذا أول موجز لايف إلها. بلغوها الصبح، راحت هي وأختها تدور على شاكيت مناسب لهاي النشرة، وظلت هي وأختها طول النهار يختارون الملابس المناسبة، واختارت سهير اللون الوردي، وبقى على موعد الموجز 2 ساعة، وضروري سهير تنام بهالساعتين وتقعد ساعة 4 الفجر وتتجهز وتروح تقدم العمل.
لكن هي نامت وطبعا نست أن تخلي منبه حتى يقعدها. تقول سهير: العجيب بالموضوع أنه أني كنت أتابع برنامج أوبرا اللي كان ينعرض على قناة الـNBC وكنت كلش أحب هذا البرنامج، وبعز النوم أجت أوبرا بالحلم سهير القيسي وفتحت الباب وقعدتها وحكت وياها بالإنجليزي وقالت لها: سهير أصحي حان الوقت. وفعلا قعدت سهير من النوم وراحت قدمت الموجز بدون أي تلكؤ. وأجمل ما قالت سهير القيسي: أنا عمري 7000 عام من عمر العراق. حصلت سهير القيسي على عدة جوائز، منها جائزة الإعلامية القيادية والمؤثرة في الإعلام في الشرق الأوسط أيقونة الإعلام العراقي، وب 2017 اختاروها عريفة مؤتمر الإعلام الدولي ببغداد بحضور رئيس وزراء العراق في وقتها حيدر العبادي. منحها الهلال الأحمر لقب سفيرة النوايا الحسنة، ولقبوها الناس بعدة ألقاب مثل سندريلا الشاشة الإخبارية وأميرة الإعلام العربي وبنت الرافدين. هاي كانت بعض المحطات بحياة الإعلامية سهير القيسي، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.